شحال نقول لك الخساره صراحة ما كنشوفوا أشي واحد النقطة اللي سوداء، بالعكس حمرو بيجاز المغاربة، وكنتمنى لهم التوفيق وكنشكروا المدرب حتى هو والطاقم اللي ساهم في أنهم يوصلوا للفيفا، وكنتمنى الخير وكيب قوينا البنات المغاربة ديما معاكم. الله يجيت إن شاء الله نشوفوكم عاوتاني في أنبيفا كله. صراحة ما كناش متوقعين هما غادي يوصلوا لهاد الدورة هذا و بعد الخسارة ديال السوزارو من ألمانيا، ولكن المهم تقاتلوا وصلوا للدور، وخا الخسارة كانت اليوم نتيجة كبيرة. السبب ديالها هي فرق ديال الريتم ديال دو جو بالنسبة لمنتخب فرنسا، وهذا هو المشكل. نتمنى إن شاء الله يوصلوا لفرنسيا ويصبروا إن شاء الله. هذا هو الدور بعد بكأس أفريقيا. ما كاس العالم صعيبة اليوم. المنتخب النسوي خسر قدام نظري المنتخب الفرنسي، كنقولوا لهم ما كيهمش الخسارة، المهم هو أنكم وصلتوا لهذه المرحلة هذه في حد ذاته أنه إنجاز، وراكم كسبتوا تاريخ في الكرة النسوية كعربيا وإفريقيا. هذا هو اللي كيهم أكثر، هو أنكم أول مرة أنكم تشاركوا في عندكم تجربة ديال الكأس العالم، وهذه المرحلة اللي أنكم وصلتوا لها فهي مرحلة كبيرة اللي كاينين فرق وحدين آخرين ما قدوش أنهم يوصلوا لها، سواء كانوا نساء أو رجال. تنقول لهم أن هذه الخسارة ما ياخذوهاش كنقطة ضعف، بالعكس ياخذوها كنقطة قوة، ياخذوها كمشوار جديد وبداية جديدة للكرة النسوية بالمغرب. Ça va chouiller, mais au moins, c'est la première fois. C'est un départ pour le Maroc. Ouais. Pour les filles, c'est un départ pour les filles. Et Inch'Allah, c'est la première expérience. Ouais. Il y en aura d'autres. Donc, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours s'améliorer, travailler. Ce n'est pas grave, la prochaine fois. Je vais baisser plus pour finir, mais bon. اخويا شنو نقول لك، بالنسبه للمنتخب الفرنسي اللي وعدنا واحد العقده معاه، ولكن الحمد لله عندنا بنات زويونات، بنات تبارك الله اللي حتى هما كيتقاتلوا، يعني اول مشاركه لهم في كاس العالم يعني، وداروا انجاز يعني، رغم اننا تعرضنا للهزيمه من طرف المنتخب الالماني يعني في الدور الاول، الا وان رجعنا بواحد كانت عندهم الثقه بالنفس، يعني هي اول شيء باش كيكون عندك منتخب وتكون انت في راسو، يعني هذاك هو الهدف. والحمد لله يعني ان شاء الله غادي نوجدوا واحد، يعني ما غاديش البنات ديالنا ما يفقدوش الامال، ان شاء الله غايجيو حنا غندعموهم وغادي نفرحوا بهم، وحيت هذا بحد ذاته راه انجاز، والحمد لله الكره المغربيه راه غاده في تقدم، يعني كلنا كنشوفوا حتى حنا كننافسوا منتخبات كبار، يعني منين ولات المانيا كتضرب لينا الحساب وفرنسا واسبانيا والبرتغال، حتى ذاته هذا انجاز. المنتخب المغربي الحمد لله حمرنا الجهه ديالنا ووصلنا لواحد أولا في أفريقيا نيوسي ديزير تو الحمد لله المنتخب من الغير عربي في إفريقيا جبنا وصلنا ديزير تو ونتكلم إن شاء الله بوكو غاز وزيد يجتهدوا لأن من الخسارة نستافدوا حتى هو شكون وخا الخسارة لأن الخسارة كتجلس على الطريقة التاريخ ديال الكرة يعني يو إل سي جاز الكرة بأن المرأة المغربية ما عادش كتلعب لأن هذا سيد أنت بقالي كلمة أن فرمان السيس لعب الكرة شي تو لاباس وما ينتقل لما في الروح أو يعني عندهم مدارس عندهم حنا من الدراسة اللي سمي ما عندناش خطرة داعي بعد المرأات أسلت المنظومة ديال الكرة في الكرة يعني حنا دابا تنشوف بالنسبة للتريرة عندنا التفرقة المغربية اللي كتلعب عندنا الجيش الملكي وكاين جمعية الدين الله كاين شي فرق على رأس الأساطير يعني فمان مزيان بأن لدينا فرق عتيقة عندها التاريخ والتحسنت يعني عاد المغرب راه نسير دابا المغرب تحبهم عاد ديك الناس اللي عندهم التاريخ ديال الكره النسويه راه ما عندك ما تسير راه زاوك اللي كانوا مصدرات 8 ولكن راه معنا الطابله